في المحاضرة السابقة تكلمنا عن إيجاد الفولت كارنت باستخدام الزد بصمات، مو صحيح؟ اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن إيجاد الفولت كارنت والشورت سيركت كاباسيتي أو ما يسمى بالفولت كابل باستخدام الثفنين إكويفالنت سيركت. طبعاً أول خطوة حتى نقدر نحل هيج نوع من المواضيع إنه لازم نرسم السيستم، يعني دروب ذا امبيدنس دايجرام. شلون الموضوع اللي اخذناه بير يونت، بير يونت سيستم، بير يونت سيستم راح نرسم او ذا سيستم او ذا نتورك ونسمي الامبيدنس بير يونت. فهذه اول خطوه. طبعا لازم نختار كومن بيس، كومن بيس فاليو اوف ميجا فولت امبير. اذا اول خطوه دروب diagram. طبعا impedance أو reactance ماكو فرق، ليش؟ على اعتبار قلنا دائما المقاومات فيها عادة ما تهمل. impedance diagram for the network or for the system. طبعا هنا راح تكون عندي all impedances in per unit. With common base. مثل ما سوينا بين per unit system. نختار قيمة للـ MVA اللي هي نسميها الـ SPACE-NU، وهذا الـ SPACE-NU نعتمد عليها، وكذلك بالنسبة للفولت يعني. فـ with common base value of mega volt ampere. الخطوة الثانية، راح يعني نقلل نحاول نختصر منين من الامبيدنس اللي موجوده عندنا يعني بالسيستم، ونطلع امبيدنس وحده. هذه الامبيدنس نسميها الزد اكوفالنت او الاكس ثفن. هاي الشكل هذا. فالطريق الخطوه الثانيه فايند زد اكوفالنت، وطبعا قلنا ممكن نخليها اكس اكوفالنت او زد ثفلين. شلون نقدر نوجد الزد ثفلين؟ نحاول انه نختصر السيستم الموجود عندنا، وبالاخير نرسم هذه الدائره المكافئه راح يكون عندنا بهالشكل هذا. نعم ممكن عندنا يكون الفولت. هذه الامبيدنس فولت اللي هي شو طينا رامز؟ زد اف. هذا هنا عندنا زد تفلين. هنا عندنا الايج والويفر. واللي هي شو تساوي معاها مثلا؟ قلنا دائما الاي جنريتر او اي فولتيه قبل حدوث العقب راح شو تساوي لي؟ تساوي لنا واحد بيريود. فاذا الاي جنريتر راح تساوي دائما، ليش دائما تساوي واحد؟ لان دائما السيستم ايش فيه؟ فرضنا اللود السيستم. السيستم وذ نو لود، يعني ما عليه اي حمل، فدائما راح تكون عندي اذا اريد اطلع الفولتيه بير يونت الاكتوال قلنا عليه الاسبيس، فدائما راح تكون عندي الاكتوال ايش فيها؟ مساويه قيمتها من الاسبيس، بالتالي راح تطلع عندي واحد بير يونت. هذا الزفت اثنين، نشوف وين مكان العطله اللي صار عندنا؟ وين الخلل صار عندنا؟ فنحاول نختصر السيستم من مكان الفولت لمن؟ وصولا للجنريتر. نطلع زد اثنين وحده او اكس اكوفلنت وحده او زد اكوفلنت وحده. وين صارت عندنا المشكله مثلا؟ من باس بار رقم 4 للجنريتر. نفرض انه صار عندنا الفولت وصار عندنا العقل بالباس بار رقم 4 وهنا جنريتر. فشو نسوي؟ هنا عندي شنو هو ريكتنسز او امبيدنسز. فنحاول نختصر هذه الامبيدنس، نطلع زد اكوفلنت وحده او زد ثفلين وحده، ونفرض
دائره بالشكل هذا، الاي ايش فيها؟ دائما تساوي 1 بيريود. يبقى عندي هنا الاي فولت، هسه لازم نستخرج الاي فولت فراح يكون عندي بهالشكل هذا. فالاي فولت راح شو يكون؟ الاي فولت يساوي شو يساوي؟ في في على الزد على الزد كي كي على الزد اثنين زائد الزد فوق. هذا الزد فوق مثل ما اتفقنا صفر. اذا ذكرها بالسؤال اذا انطاني لها قيمه خير على خير، ما انطاني لها قيمه فدائما نحول في مكانه شنو؟ صفر. فاذا الايجاب الاي فوق راح يطلع من هذا الاي فوق راح يطلع عندي قيمه بالبيريود. ليش بالبيريود؟ لانه كلنا هنا الزد ايش فيها؟ منين جبناها الزد؟ من الامبيدنس دايجرام. الامبيدنس دايجرام احنا لازم او امبيدنس رسمناها البيريود، فكل الزد اللي موجوده عندي هي بالبيريود. فالزد ايش فيها؟ بالبيريود. والتدايم الاي الاي جنريتد او هذا طبعا قلنا قبل حدوث العطر، قبل حدوث العطر ايضا راح تكون قيمتها واحد بيريود. ليش قيمتها واحد؟ بما انه السيستم اللودنج فاحنا اي قيمه اي كوانتيتي نريد نطلعها بالبيريود راح شو تساوي لي؟ الاكتوال الاكتوال على منها سبيس. فدائما راح تكون اذا السيستم بدون لود بدون حمل راح تكون عند الاكتوال تساوي قيمه البيس. يعني 132 كيلو فولت البيس ايضا راح تكون 132 كيلو فولت. بالتالي الاي جنريتد راح تكون عندي 1 بيريود. فراح نستخرج الاي فولت من خلال هذه المعادله. الاي فور بير يونت الاي جنريت قلنا شو قيمته؟ واحد. هنا الزد اثنين اللي هي او الاكس او عفوا الزد كونفننت زائد الزد فور. فهذه الاي فور هنا عندي من بير يونت. زين اذا اريد استخرج الاي فور بالامبير او الاكتوال فراح يكون عندي الاي الاي تساوي فور اكتوال شو يساوي منه؟ الاي فولت تيار البير يونت البير يونت في تيار البيس في اي تمام. زين هنا عندنا الاي بيس شلون نقدر نحصل عليه؟ اللي هو الاي بيس شلون نقدر نحصل عليه؟ بما انه السيستم هو متفقين انه هو 3 فيز. فاذا نريد نقول الاس 3 فيز تساوي جذر 3 شو يساوي؟ جذر 3 يساوي جذر 3 فولتية الحمل في لاين بيس في تيار الاي لاين بيس مو صحيح؟ لا مش صحيح تمام ولا لا؟ هذه معادلة انه اذا كان السيستم 3 فيز وممكن اغيرها شكل بمكانها 3 فولتية الفيز 3 فولتية الفيز في فيز اي فيز تمام؟ احنا هسه بما انه جاي نشتغل على الاي لاين والفي لاين، فمن خلال هذه المعادله اقدر استخرج من هو؟ الاي لاين، طلعت اكيد فنانه الاي لاين اي لاين فيز راح شو يساوي من الاس 3 فيز فيز على جذر 3 في لاين فيز تمام؟ الاي لاين من خلال هذا المعادل الاي لاين بيس راح شو يساوي لي؟ الاس 3 فيز بيس على من؟ على الفي لاين على جذر 3 في لاين بيس. بما انه هو دائما اغلب المعطيات شو يعطيني اياها؟ الاس دائما شو يعطيني اياها؟ 3 فيز. والفي اللي يعطيني اياها دائما شنو؟ في لاين في لاين مو صحيح؟ الا اذا حدد بالسؤال ذكر انه هذا الاس اللي موجوده هي بالسنجل فيز نظرها في ثلاث، لكن اذا ما حددت بصوره عامه دائما شو استخدم؟ هنا الاس 3 فيز والفي هي الفي فيز لو في في لاين تو لاين في لاين تو لاين. فاذا هذه ما راح احتاجها بعد، يعني هذه الاس 3 فيز ما راح احتاجها. ليش؟ لانه هي قيمه الاس اللي يعطيني اياها اجيبها اعوضها هنا، فهذا راح امسحها فراح تصير عندي مباشره الاس بيس نيو. هذا دائما يا اس الاس بيس نيو اللي يعطيك اياها اللي راح تعتمد عليها بايجاد الامبيدنس دايجرام بالبير يونت، مو كنا نختار او نحدد اس بيس نيو، فهذه دائما راح تكون هي الاس بيس. خليك تبغى الشكل هذا نيو
كذلك الفي لاين تو لاين، احنا متفقين دائما الفي اللي ينطينا اياها هي ايش فيها؟ في لاين تو لاين دائما. فهذا راح تشوفون راح اللاين ارفعها ما احتاجها انا، فراح اخلي مكانها بيس. ايضا النيو، ناش نقصد بيها نيو؟ نقصد بيها انه وين صارت عندنا الفي بيس الفولت؟ وين صار عندنا يا سكشن؟ لان احنا حتى نوجد البير يونت قلنا حتى نحصل على الفولت لازم نقسم شنو؟ 2-3 سكشنز حتى نحصل على الفولت. مثلا هو يعطيني مال السكشن الاول اقدر انا احصل مال السكشن الثاني، اقدر احصل مال السكشن الثالث. واضح؟ وعاده بالفولت عاده مثل ما اتفقنا انه الفي لا الفي بير يونت هي راح تكون شبيهه الاكتوال على البيس، يعني راح تكون عند الاكتوال مساويه لمن؟ للبيس. يعني ايش قد القيم اللي موجوده بالفولتيه هي تعتمد على نفسها، يعني ما تحتاج تقسم وتستخرج، هي ايش قد موجود عندك تقدر تعوضها مباشره. اذا حتى نحصل هذا الهاي لاين بيس قدرنا نحصل عليه، فنجيب هذا المقدار ونعوضها. هذا الهاي بيس نقدر نحصل على الاي فولت اكتوال، هنا راح تكون عندي مقدار هذه الكميه بالامبير. هسه هذه اول خطوه انتهينا من عندها هو ايجاد الفولت كاب. الخطوه الثانيه عاده ما يطلب من عندي شنو؟ ايجاد الفولت ليفل. الفولت ليفل الفولت ليفل امرات يسميها شورت سيركت كباسيتي شورت سيركت كباسيتي. فاذا طلب من عندي الفولت ليفل فالفولت ليفل راح يكون عندي اختصرها بالشكل هذا فولت ليفل بالبير يونت راح تكون مساويه الى الفي بري فولت البي بري فورت. ليش قد قيمتها؟ البي بري فورت ايش قد قيمتها؟ واحد قيمتها واحد دائما في الاي فورت بالفاليو. اذن البي بري فورت قيمتها واحد والاي فورت احنا وجدناه بالخطوه السابقه اللي هو هذا اللي هو بالبير يونت هذا المقدار. فعاده راح تكون عندي الفورت ليفل بالبير يونت مقدارها يساوي الاي فولت. ليش؟ لانه الفي بري فولت مقدارها واحد. واضح؟ يعني اذا قدرنا نحصل على الاي فولت نقدر نقول مباشره الاي فولت شنو؟ يساوي الفولت ليفل. هاي بيا حاله اللودد سيستم، يعني السيستم ما عليه اي حمل، لكن اذا السيستم بي يعني اذا كان عليه لود لا ما راح نقدر نقول. ليش؟ لانه البري عفوا الفي بري فولت ما راح تكون قيمتها واحد، يعني راح تختلف الحسابات. زين هو عاده شو يريد؟ يريد الفولت ليفل بالميجا فولت امبير. بالميجا فولت امبير. فشلون نقدر نحصل على الفولت ليفل او ما يسمى بالشورت سيركت كاباسيتي بالميجا فولت امبير؟ نقدر نقول الفولت ليفل بالميجا فولت امبير راح شو يساوي؟ البير يونت عندي، مقدار البير يونت عندي. فنقدر شو نقول؟ نقول الفولت ليفل البير يونت في البيس اللي هي يا بيس اس بيس نيو. الفولت ليفل اذا اريد الاكتوال قيمه الاكتوال فراح تكون عندي الميجا فولت، يعني الفولت ليفل بالميجا فولت امبير راح تساوي قيمه الفولت ليفل بالبير يونت اللي استخرجناها بالخطوه السابقه مضروبه بمن؟ بالاس بيس نيو. الاس بيس نيو قلنا منين نجيبها؟ يا اما هو حددها لي بالسؤال الكومن بيس فاليو او يعني احنا نختار احنا نحددها. اللي على ظهرها راح نرسم احنا شنو؟ اول خطوه اللي هو نرسم الامبيدنس دايجرام.
لازم يعني اذا اريد ارسم الامبيدنس دايجرام لازم نختار كومن بيس فاليو اوف ميجا فولت امبير. هذه القيمه اللي راح تختارها هي اللي راح تعتمد عليها. وبعد عندنا قانون ثاني اللي هو ايضا نقدر شو نقول الفولت ليفل اكتوال يعني ميجا فولت امبير راح شو يسوي اس بيس نيو على الزد تفني او الزد اكوفلنت في الفيري ويز هذا قانون ثاني الفولت ليفل بالميجا فولت امبير راح يساوي لي الاس بيس نيو على الزد تفني بالفيري ويز راح تعطيني مقدار الفولت ليفل بالميجا فولت امبير مباشره. واضح؟ يعني بدون ما نحتاج القيمة بدون ما نحتاج يعني نقدر نحصل على قيمة الأكتوال فولت ليفل أكتوال بدون ما نحتاج الفولت ليفل بالبير يونت مباشرة نجيب الاس بيس نيو نقسمها على الزد تفني بالبير يونت تعطيني الفولت ليفل بالميجا فولت امبير.